خويا المجموعة ديال المنتخب ديالنا كلاعبين وكطاقم تقني وكطاقم كل شيء، المهم الناس ديال المنتخب الوطني اللي هما مشكورين الحمد لله. المقابلة الأولى اللي شفناها ضد كرواتيا ماشي هي المقابلة الثانية، هذا ترجع الفضل الكبير للاعبين والإطار الوطني سي وليد الركراكي، حتى هو اللي محمس ومحمس اللعابة معاه، لأنه المقابلة الثانية شفتوها كيف تلعبها ضد المنتخب البلجيكي، تحمسوا الدراري لأن في لاميطة الأولى راه دات شوية ناقصة، ولاميطة الثانية كما قلتي واحد النقطة ديال الجمهور، لأن وليد الركراكي عطى واحد الميساج في إسبريس الليلة ديال الماتش اللي هو مشكور عليها، اضطر الجماهير ديال المغرب قال لهم واحد الشعار ديال خصني نسمع سير وطبقوا ليه ديك سير، ولاو حتى المنتخبات الاخرين تيقولوا لنا سير. داز واحد الميساج لان حتى هو وصل واحد الميساج للاعبين يتسمعوا سير تحمسوا وجاب الله التيسير. حنا كمشجعين راه كنا ورا الشبكه، دخلنا لا حنا جميع اللي طرات ديال المغرب كله، جميع المغاربه كلهم شجعنا 90 دقيقه. في الاول كان الجمهور بارد، ولكن في لاميطه الثانيه دخل الفريق ديالنا المنتخب الوطني دخلوا، ولكن عطاو الجمهور اللي هو رقم 12 عطى واحد الحماس كثير، وجبنا الطبوله والتعرج مراكشيين وربحنا بجوج، وطلبوا من الجمهور المغربي ان شاء الله يوم الخميس اللي بغات تكون المقابلة اللي هي قوية إن شاء الله ضد المنتخب ديال كندا، غادي نشجعوا إن شاء الله في نفس هذاك التيران، نفس التيران غادي تكون تبارك الله واحد 40,000 مغربي ولا هي 45,000 مغربي، وثاني نسمعوا سير وسير الله يجيب التيسير إن شاء الله، ويجيب التيسير ونشجعوا مزيان، وغادي نشجعوا وغادي نربحوا وغادي ندوزوا بروميان إن شاء الله، وغادي نوصلوا حتى الناس سميتو حتى النهاية إن شاء الله. الخاوة اللي بيناتنا تعلينا تقوينا تقربنا، الخاوة بيبول أورانج. وكنطمن الجمهور من هذا المنبر هذا، كنبغي نطمن الجمهور المغربي انه باش يشجع الفريق الوطني المغربي 90 دقيقة كيشجع في المقابلة ديال بلجيكا، وراه ان شاء الله غيكون التيسير، وكنطمن المغاربة كلهم التعاون ديالهم الفريق الوطني المغربي باش ينتصر ان شاء الله على كندا، لأننا عندنا فريق كبير وكنثقوا في العناصر الوطنية. انا كنظن اخويا بني في الماتش ديال المغرب وكندا غادي نديروا تعادل، علاش؟ حيت كندا غتدخل لعبه ما خسرها والو، تقصات 100% دونك غادي تدخل وراه يعطيو كل شيء، وكنظن ان كرواتيا غتربح بلجيكا، دونك ندوزو دوزيام ديال الجروب ان شاء الله، وهكا احسن. حنا نتمنوا الوالا اخي، حنا ديالي نتمنوا الوالا المغرب يربح يدوز بريمي باش نيفيتيو اسبانيا، حيت اسبانيا كتلعب مزيان، قدروا يطيحوا ضد الجابون ولا الالمان، نتمنوا الجابون داك الساعه نفكروا داك الساعه نتسهلوا ان شاء الله، ونفكروا داك الساعه في الماتش اللي مورا، ولكن انا كنظن كما قال السيد دوزيام، ولكن كنتمنى البريمير ان شاء الله باش اللي باغي. واخويا حنا نتمنى ندوزوا الاول، غادي نعطيو لكندا واحد جوج لزيرو ان شاء الله، كيبان لي بوفال غادي يدير شويه النفس وغادي يضرب لنا شي بويس هذا الماتش، وكندا ان شاء الله وبلجيكا وكرواتيا دي ديروا لنا شي ماتش نول، كيبان لي بجوج بهم غادي يكون واحد الماتش مزير، يديروا شي ماتش نول اني ونا وندوزو نبلبلو لا ونزيد واحد الحاجه على الجمهور بالناس اللي الجمهور بزاف هنا واعر سيفري. في الماتش ديال كرواتيا الماتش ديال بلجيكا كانت لومبيونس اكثر من الماتش ديال كرواتيا، حيت يلا وصلنا مع الطلين، وصلنا مع 4 الصباح ما نعسنا ما والو، مشينا للستاد كانت الشمس ضاربه فينا، الماتش ملعوب مع الوحده، ارتاحينا شويه وجدنا الماتش ديال بلجيكا، لعبنا مع 4 ما كانتش مش ما والو، الجمهور ما وقفش 90 دقيقه كلشي كيشجع، راه حتى لي جوار قالوا عطيناهم واحد البوست واعر اللي خلاهم يديروا كلشي في التيران، فوالا كنعيشوا تجربه واعره والله. الجماهير الاخرين ما كيبانوش معنا، راه مبلبلينها بزاف التيران كيبان لك فيه الخمر، خلينا بزاف ديال الماتشات واحد اخرين بحال دابا، دخلنا بزاف ديال الماتشات ماشي نفس لومبيونس، ماشي نفس الطقوس، صراحه حنا اللي كاينين، حنا اللي واعرين الصراحه، هادشي اللي كنقول. والله المنتخب المغربي بعد ماتش بلجيكا ابهرنا يعني، وبقى حط رجل في دور ال 16 وبقى عنده يعني فرصته كبرت قوي، مجرد بس التعادل يكفيه عشان يعدي الدور الثاني، والمنتخب المغربي مع مدرب وطني وليد الركراكي وتشكيله حلوه من اللعيبه عندهم خبرات سواء الاحتراف بره او سواء ان هم مع بعض بقى لهم فتره كبيره،
فبتوقع ان المنتخب المغربي ان شاء الله هيوصل لدور 16 وان شاء الله يوصل لدور 8 ويعني يعمل انجاز بقى عربي سواء هو والمنتخب السعودي يعني يشرفونا باذن الله ونشوف منتخب كده بيوصل سيمي فاينل او يوصل فاينل تبقى مفاجاه لينا ونفرح. يعني احنا نفسنا نشوف حد عربي بيلعب في سيمي فاينل او بيلعب فاينل او يعني مثلا لما مصر كسبت بلجيكا ما حدش كان يتوقع, لما المغرب كسب بلجيكا ما حدش كان يتوقع, بس احنا عايزين بعد كده الناس تتوقع ان احنا نعمل ده, يبقوا داخلين عارفين ان احنا ند قوي, ما نقولش ان دي مفاجاه ان منتخب عربي كسب منتخب تقيل او منتخب مصنف. احنا كمان عندنا مهارات وعندنا لعيبه عندها امكانيات عاليه ونقدر نوصل, بس عايزين ايه ان احنا نؤمن بنفسنا بس ونعرف ان احنا قدراتنا توصلنا ان شاء الله ان احنا نوصل وناخد كاس عالم كمان. كاين واحد السيناريو اللي هو اللي مسلكنا هو ان كرواتيا تربح بلجيكا, احنا دايزين والسيناريو هو خصنا نضربو مينيموم نتعادلو مع كندا, واللي كان اللي كيبان ليا بلي زعما سي فوزابل فوغ لو كلاسمون ديال ليكيب ديال كندا, كما شفنا زعما كيفاش لعبات كندا مع كرواتيا شفنا لو نيفو ديال كندا نورمالمون سي فوزابل اننا, ولكن عاوتاني كم الكره راه كتبقى بعض المرات راه كلشي كيتقلب في اخر لحظه وداك الشيء, ولكن كنتمنوا خير وان شاء الله نربحوا كندا ونتهناوكم كومسا غنكونوا دايزين بلا كرواتيا ولا حتى شي واحد اخر.